السلام عليكم. مساء الخير. المطرود ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله عشان كده بقى. ايوه ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا، ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما انتوا شعب، بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لا لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللو كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. ياه. ايوه. ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فيلم؟ انت عبيط يا جدع انت. يا اخي هنتشنق الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار قاموا هيشنقوني. عارف الطابور ده كلاته هيموتوا مشنوقين. يا عيني وانت معاني. لا والله خمار، انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خمارة يا كلبه. لا اصحى بقى، مش الذنب اللي يتقالوا خمارة. خمارة ده ابدا لك عشان خاطر رواكب الضيافه، انما الكلبه دي انا ممكن اروح لك مضابه. المفتاح والباب وخماره والانجليز. بس عرفت انا نزلت فين. بس خلي بالك انتوا مش هتقعدوا كتير. ها اتعمل عليكم 3 افلام، الذكوريه وبين الاسران والمهلبيه. لحظه واحده. امسكتوا الخمارة دي لازم تتشنق. يا عم حمارة مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا فلانة السيادة. انا بص دي بص اوعى ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحدة. اصحى للنادى سخونة خش عليها. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي. بصيت اتفرجوا يا رجالة. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونقلبه كل اللي بيعمله كمان. اكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الانجليز غير المجانين؟ بس الواد ده انا خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمدي طلع زعيم بحق وحقيقي، هاني اقول لك احنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والانجليز اكيد مش هيسكتوا. نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدي حكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمدي؟ ده عمده مطرح ما ترش دقلي. وانا هدقلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا بينا. يلا سيسجل اسمه بحروف من نور في الطريق.
سمعت في الفلاحين اوعوا حد يقول لكم اقفوا طابور تاني، اوعوا حد يقول لكم ان انتوا تسكتوا على حاجه وما تعملوهاش، اوعوا بنعلم في الدنيا يمشي كلمتوا عليكم. احنا صوتنا من نفخنا، صوتنا منين؟ من نفخنا. انا ما حد يزقكم على غلط انتوا مش عايزين تعملوه، لا لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال، النهارده يوم الجلال. كفايه بقى، مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير، الحقوها قبل ما يروح الفطير. وتحيا يا ناس، تحيا يا مصر، تحيا يا ناس، تحيا يا مصر، تحيا يا ناس، تحيا يا مصر. نموت نموت ونحيا عندنا، وهيسا هيسا 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 عندنا هيسا. يا بنت التوهيل، هواني كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حدي وهي يلا بقى كيش حدي ماشي يا فكري. يلا يا بنت خوري 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 عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليزي الكلاب دول. نقول هنا يلا بينا يلا بينا يا رجاله يلا بينا. شفتك وانت شفتك كنت بتوزعي البنات صحباتك، يعني بتوزعي سكه كده عشان انت معجبه بيا، يعني حسيت انك معجبه بيا، فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه، سنه صغنطه كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي؟ اسيوي في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. ايه يعني الرزله اللي ورا دي؟ بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل مكرر. اه يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلوقتي. والله القلب بقى هنا دلوقتي؟ بين ساعة بشافك حدف يا بيم. يا بيم؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية. لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا، وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفة اسمك. والنبي؟ ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي؟ لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي، يعني انا حد بيقول لي سليبي يعني. اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ والنبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سليبي، بقدرش اقول لك لبي، سليبي. عشان انت مو مهذبه. ايوه هتقولي سليبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي، ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي توهي ده غلس قوي. ايه تعالى، مفيش هنا اي كفه شوب؟ كفه شوب او انزا رال؟ في كوسه شوب او في انزا رال؟ تقصد دروه؟ دروه؟ ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس لا في دروه دروه يعني. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين كفر التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسه؟
بيسير ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون رخا زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عبالها تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فين ايه؟ قال ايه يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده وبالده اردب قبح وبالده بطين ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوة طحيني. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلوة طحيني؟ ايوه. ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه. امال ايه واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عليه كان عشان خاطر يتعني؟ ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى. يعني ارفعي الكلفت. ها ارفعي الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش؟ ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي يا بنت. ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بنت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بنت بقى ايوه بقول لك في كنز. خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. داني شغالة هنا. كان صحيح حكاية الكنز يا أولاد؟ ايه بنت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخد انا وانت بقى بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي على بيتك اللؤلؤ في بقى في المصحف هتاكلي اكل بس انت يلا خديني هناك. استبينا خلاص هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقي. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت. دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا ده مش اخوات ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي مستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. الا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي. لبسك كده غريب، الجلابيه والعبابه والجزبه. ده انا اصل ده موضوع انا هيطول شرحه فانا ايه عايز بس انا معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك ده يا فتحيه؟ على فكره انت لازم تعملي اللحنيه وهتخلصي. لازم يحصل فتحة في أي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع بعض. ده تكسبتيش يا سليبي؟ يا بنت انت تكرهتني في السلبات. عاش أفعمي. الناس دول عاش أفعمي. الناس بترحب بك يا سليبي. انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم يا أيها الزعيم لقد حررتنا وأكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. والزعيم حررنا من الإنجليز. العين لا ترى سواك والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة دخلك بس انا اصلا عندي مشوار كده يعني وفي بقين عايز انطرهم كده مع القطه يعني. ابدا والله
لازم نحتفل بيك. ايوه زي ما اتفقنا يا رجاله. ايوه احنا هنقضي الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمده. ايوه لازم نحتفل بيه. امال ايه؟ يحيى مصر، يحيى مصر، نموت نموت ويحيى الليمبي، نموت نموت ويحيى الليمبي. هذا المصريين الاحراز. ايوه المصريين الاحراز. ايوه وخذوا كل ولدنا من بطنات امهاتنا احرازا. ايوه من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خلوهم ضيع. هم دول اللي ينفعوا في الثورة. ايوه صحيح. مشكلهم ايه؟ لازم نتكلم في حاجة زي كده. ونتكلم في 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 المرتبات بتاعتنا. احسنت احسنت. ما نسكتش على 15 قرش بس. ابدا. لازم يبقى مش اقل من 35 لتر. ايوه طبعا. احنا مش المفروض كده؟ ايوه. امال ايه؟ انظروا للحنفية. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء، مفيش ترعة، مفيش ترعة ناشفة. الترعة جفت. يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعا. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلي على الترعة. ايوه حول على المالح. يلي على الترعة 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 حول على المالح. بقى بيوجعني. ليه؟ أنا لسه بيوجعني. ليه؟ بقى بيوجعني من مشي امبارح. يلي على الترعة حول على المالح. رجلي بتوجعني. ليه؟ بقى بيوجعني.